أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في السكول. النهاردة معدنا مع تاني درس من دروس النحو. الدرس بتاعنا اسمه المفعول لأجله. يعني إيه؟ يعني إيه المفعول لأجله؟ المفعول لأجله هو اسم نكرة منصوب يأتي بعد الفعل، يعني من اسمه كده المفعول يبقى بيجي الجملة فعلية، لازم يكون موجود في الجملة بعد الفعل، يبين سبب حدوث الفعل، والسبب أنا بسأل عنه بلماذا، يبقى هو الإجابة عن سؤال بلماذا. إزاي؟ تعال نشوف مثال. لو قلت مثلا يجتهد التلميذ طمعا في التفوق، أنا لو سألت هنا بلماذا هتبقى إيه؟ لماذا يجتهد التلميذ؟ الإجابة طمعا في التفوق، يبقى طمعا هي المفعول لأجله. وإعرابه هنعرفه، وعشان نعرف معناه أكتر وإعرابه تعالوا نشوف الأمثلة اللي جاية دي ونخش في أمثلة الدرس. يلا بينا. ودلوقتي هنعرض درس المفعول لأجله. اقرأ معنا المثال. تستورد الدولة اللحوم أملا في سد عجز الغذاء. ناقش معنا. الجملة اللي قدامنا دي يا جماعة جملة إيه؟ نوعها يعني نوع الجملة فعلية. طيب فيها ركنيها الأساسيين الفعل والفاعل. أيوة الفعل هو كلمة إيه؟ تستورد. طب والفاعل من تستورد؟ الدولة. يبقى أنا سألت هنا عن الدولة بمن، طلع لي الفاعل. ماذا تستورد الدولة؟ اللحوم. يبقى المفعول به كمان موجود في الجملة دي. أما بقى كلمة أملا أنا متحير فيها وعايز أسأل لماذا تستورد الدولة اللحوم؟ يبقى أنا سألت بإيه؟ بلماذا. والسؤال أهو لماذا تستورد الدولة اللحوم؟ الإجابة أملا في سد عجز الغذاء. طبعا أنا لقيت عندي دلوقتي الكلمة اللي هي بتبتدي الإجابة كلمة أملا، وملاحظ إن هي منصوبة وعليها فتحتين وهي اسم نكرة يعني ملوش ألف ولام، وبينت إحنا بنستورد ليه، لماذا نستورد أو تستورد الدولة اللحوم، بتستوردها ليه؟ الإجابة أملا. يبقى ده السبب. يعني كلمة المفعول لأجله دي بيبين سبب الاستيراد. ايه السبب اللي علشانه استوردت الدولة اللحوم املا في سد العجز؟ لو بدأ بقى السبب باسم نكرة منصوب وبين سبب حدوث الفعل يبقى الكلمة دي اعربها مفعول لأجله. يبقى المفعول لأجله هو ايه؟ هو اسم نكرة منصوب يذكر بعد الفعل ليبين سبب حدوث الفعل، يعني إيه اللي علشانه أنا عملت الفعل، وهو الإجابة عن سؤال لماذا. إعرابه يأتي منصوبا وعلامة نصبه الفتحة. نعرض بعض الأمثلة علشان المعلومة تثبت عندنا شوية. أول مثال هنعرضه نذهب إلى المدرسة طلبا للعلم. طلبا محطوط تحتها خط وهنسأل عنها بلماذا. والسؤال هو لماذا نذهب إلى المدرسة؟ الإجابة طلبا، يعني كلمة طلبا هو مفعول لأجله وهو السبب الذي من أجله نذهب إلى المدرسة. يبقى عربه إيه؟ مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
نشوف المثال الثاني. أحترم أبي اعترافا بفضله. السؤال: لماذا أحترم أبي؟ الإجابة: اعترافا بفضله. كلمة اعترافا بينت سبب الاحترام، يبقى المفعول لأجله هو اعترافا، وهو السبب الذي من أجله أحترم أبي، وهو منصوب بالفتحة. المثال الثالث: أقرأ كثيرا حبا في المعرفة. السؤال: لماذا أقرأ كثيرا؟ المفعول لأجله هنا هو حبا، وهو السبب الذي من أجله أحب القراءة، وهو منصوب بالفتحة، يعني مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو إعرابه ثابت كده، يعني مش هنلاقيه مرة منصوب بالياء، مش هنلاقيه مرة منصوب بالكسرة، هي الفتحة وبس. أذاكر دروسي أملا في النجاح. لماذا أذاكر دروسي؟ الإجابة: أملا في النجاح. يبقى أملا شطار، مفعول لأجله، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المثال الخامس: تعتني مصر بالتعليم حرصا على المستقبل. لماذا تعتني مصر بالتعليم؟ الإجابة: حرصا على المستقبل. السؤال إجابته حرصا، يبقى المفعول لأجله هو حرصا، وهو السبب الذي من أجله تعتني مصر بالتعليم، وهو منصوب. نموذج للإعراب: نذاكر أملا في النجاح، أقرأ الكتب تزودا بالمعرفة. نذاكر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أملا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة، في حرف جر، والنجاح اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. عايز أشوف بقى، إحنا جبنا الإعراب ده لأن دي جملة فعلية، نذاكر تبدأ بفعل، من نذاكر؟ إحنا اللي بنذاكر، يبقى الفاعل هنا مستتر، تقديره نحن. أملا هي اسم نكرة ومنصوب، ومش هي المفعول به، لأن لو سألت قلت ماذا نذاكر مش هينفع يبقى أمل، إنما لو سألت لماذا نذاكر هيبقى الإجابة أملا في النجاح. أملا هو المفعول لأجله ومنصوب علامة نصبه الفتحة. ولاحظ ملاحظة كمان، إن في النجاح ده جار ومجرور، وغالبا بيجي أو دائما بيجي بعد المفعول لأجله جار ومجرور، زي في النجاح أو في الجملة اللي تحتها اللي هي كلمة بالمعرفة، يعني في حرف جر والنجاح اسم مجرور فيه وعلامة جر الكسرة. نشوف المثال الثاني إعرابه: أقرأ الكتب تزودا بالمعرفة، وأقرأ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم، أقرأ. طب مين اللي بيقول أقرأ؟ أنا، يعني أقرأه أنا، يعني الفاعل مستتر، ضمير مستتر تقديره أنا. أقرأ ماذا؟ الكتب، يبقى الكتب مفعول شطار، مفعول به منصوب بإيه بقى؟ أيوة، منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأن جمع التكسير هو المفرد بينصب بالفتحة. تزودا بالمعرفة، تزودا لو سألت بقى بلماذا، هل هتطلع لكلمة تزودا؟ لماذا أقرأ الكتب؟ الإجابة تزودا بالمعرفة. يبقى تزودا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أما بالمعرفة فهي جار ومجرور، وقلنا إن المفعول لأجله بيأتي بعده جار ومجرور، الباء حرف جر، والمعرفة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. لاحظ الفرق بين المفعول به ومن وقع عليه فعل الفاعل. من وقع عليه الفعل، اللي لما أقول لك شربت الماء،
ايه اللي اتشرب؟ ايه اللي اتعمل فيه الفعل؟ هو ده المفعول به. ايوه الماء، هو الماء مفعول به. زي ذاكر التلميذ الدرس، ايه اللي تذاكر؟ ايه اللي اتعمل فيه الفعل ده؟ حصل في ايه؟ حصل في كلمة الدرس، الدرس ده هو اللي تذاكر. يبقى اللي اتعمل فيه الفعل بقول عليه المفعول به. المفعول المطلق، واحنا هناخده ده القاعدة الجاية الدرس الجاي على طول، هو اسم مأخوذ من لفظ الفعل، من الفعل ذاته، زي يأكل أكلا، يشرب شربا، يفهم فهما، ليؤكد الفعل أو يبين نوعه. ودول نوعين مختلفين، إما يؤكد الفعل إما يبين نوعه. خد بالك احنا لسه ما خدناهوش ده، ما تخافش، بس أنا بفهمك إنه حاجة من المفاعيل المنصوبة. تملي، ذاكر التلميذ مذاكرة. هشوف شبهها ازاي، شبه ذاكر مذاكرة. مذاكرة دي بنقول عليها مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، المفعول لأجله، وده اللي احنا خدناه، اسم يذكر بعد الفعل يبين سبب الفعل أو سبب حدوث الفعل، زي ذاكر التلميذ رغبة في النجاح. اسمع كمان برضو عندي فرق، المفعول فيه ده اسمه كده في كتب النحو الكبيرة، وهو ظرف الزمان والمكان، وهو اسم يدل على زمن أو مكان حدوث الفعل، زي أذاكر صباحا، صباحا ده ظرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة، أجلس فوق المقعد، وفوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصب الفتحة. يعني المفاعيل، الحاجات اللي هي مفعول، خمسة. أول حاجة المفعول به، ثاني حاجة المفعول فيه اللي هو ظرف الزمان والمكان، المفعول لأجله اللي علشان عملت الفعل اللي احنا خدناه النهاردة، المفعول المطلق، وده الدرس الجاي إن شاء الله، المفعول معه. اقرأ ثم أجب. اللي معانا دلوقتي دي قطعة، والقطعة لما بتجيلنا في الامتحان محدش يقلق منها، لازم نفهم العلاقات بين الكلمات علشان نعرفها. يعيش الناس في مجتمع واحد وتربطهم العلاقات الطيبة أملا في التعاون والنجاح في الحياة، فالحياة تعاون، ويقدم المواطن خدمات للوطن جليلة ليرد أفضاله عليه. اعرب ما فوق الخط. الكلمة اللي موجودة عندي وعايز أعربها هي كلمة الناس، موجودة وقبل منها فعل، يبقى أنا هنا في جملة إيه؟ فعلية. مادام في جملة فعلية يبقى لازم أسأل بإيه؟ بمن وماذا. من وماذا؟ من يعيش الناس؟ يبقى أنا كده عرفت أعربها؟ لأن إجابة السؤال من بتجيب لي الفاعل، يبقى الناس أعربها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وتربطهم العلاقات الطيبة أملا في التعاون والنجاح في الحياة. تربطهم ده فعل، يعني أنا عايز أعرف أملا، رجعت لغاية لما لقيت الفعل، ما أنا برجع لغاية لما لقيت حاجة من الاثنين، يا إما علامة ترقيم معينة تنبهني إن أنا ببدأ من أول هنا الإعراب، يا إما فعل ومن أول هنا وأنا في جملة فعلية. تربطهم، من تربطهم؟ العلاقات الطيبة. طيب كلمة أملا هنا اسم نكرة منصوب، طب تيجي نسأل كده عنها بلماذا؟ لماذا تربطهم العلاقات الطيبة أملا في التعاون والنجاح في الحياة؟ الله، ده أنا عرفت إعرابها، يبقى أملا ده مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وأشهر اتنين مفعول لأجله رغبة وأملا بيجوا باستمرار في القطع وفي الامتحانات. الكلمة التالتة اسمها تعاون، هي واقعة في جملة ايه؟ أفضل أرجع لغاية لما لقيت الفصل، يبقى أنا من أول هنا وأنا في جملة جديدة، جملة اسمية. الفاء دي مش حرف جر، خد بالك، الفاء دي حرف عطف، وفي بداية الجملة كده للاستفتاح، يعني ما بيجرش اللي بعديه. المهم ان الحياة دي بداية جملة جديدة، يعني جملة اسمية ولا فعلية؟ اسمية. فاكرين ركني الجملة الاسمية؟ المبتدأ والخبر.
يبقى الحياة هي المبتدأ، الحياة مالها؟ ها، تعاون. يبقى تعاون هي الخبر، وإعرابها خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ويقدم المواطن خدمات، من يقدم؟ المواطن. يقدم المواطن ماذا؟ خدمات. يبقى خدمات دي مفعول به، برافو، منصوب وعلامة نصبه، اللي يقولها صح يبقى شاطر. خدمات جمع مؤنث سالم لأنه بينتهي بألف وتاء، يبقى خلاص عرفت شطار، عرفنا علامة النصب هي الكسرة، مفعول به منصوب وعلامة نصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. أكمل الفراغ بمفعول لأجله، أصلي نهض لله، أصلي طاعة لله، أقوم نهض لأستاذي علشان الاحترام، أيوة احتراما لأستاذي. ثلاثة، يقف الشرطي في الشارع نهض للمرور، تنظيما للمرور، أحب أمي نقط بفضلها، أحب أمي اعترافا بفضلها، يهتم المعلم بالشرح نقط في فهم التلاميذ، طمعا في فهم التلاميذ. بين سبب نصب كل كلمتين تحتها خط، يحترم الناس العمل، دي جملة فعلية، أسأل بمن وماذا؟ من يحترم؟ الناس. ماذا يحترم الناس؟ الإجابة العمل. يبقى العمل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نشوف المثال الثاني، أواظب على القراءة إيمانا بمزاياها. كلمة إيمانا بينت سبب المواظبة، يعني ينفع أسأل بلماذا؟ لماذا أواظب على القراءة؟ إيمانا بمزاياها. يبقى إيمانا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. رقم ثلاثة، ينظم الشرطي المرور حماية للأرواح. طبعا دي جملة فعلية، من وماذا؟ من ينظم الشرطي؟ ينظم الشرطي ماذا؟ المرور، المرور مفعول به حماية. هي بينت سبب التنظيم، يبقى أسأل لماذا؟ لماذا ينظم الشرطي المرور؟ الإجابة حماية للأرواح. يبقى حماية مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وهنا نكون وصلنا لنهاية التدريبات بتاع الدرس، مهم جدا، المفعول لأجله. وبكده نكون وصلنا النهاردة لنهاية حلقتنا عن المفعول لأجله. نعرف دلوقتي ازاي نطلع المفعول لأجله، طلعه بايه؟ بلماذا، وكمان اعرابه بالفتحة، يعني مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. عاوزك تكون واثق من نفسك، تكون كمان من المتفوقين واثقين من نفسهم وحاصل على درجات الأولى. اشوفكم ان شاء الله في حلقات تانية مع الاسكول.